بعد قليل قمة كروية كبرى تنتظرها جماهير الزمالك، قمة سوبر لوسيل، قمة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال في استاد لوسيل المونديالي. قبل انطلاقة اللقاء ظهر النجم الأول وصانع الحدث وبطل المدرجات جماهير الزمالك، نجم نجوم السوبر المصري السعودي. جماهير الزمالك من اليوم الأول لإعلان مشاركة مباراة الزمالك مع الهلال السعودي حجز مكانه نجما على اللقاء. بدأ الملحمة بالإقبال الكبير لحجز تذاكر المباراة، وبالفعل حسمت جماهير الزمالك نسبتها 100% وتتواجد الآن في مدرجات استاد لوسيل بكل قوة لدعم الفريق. ولم تتوقف الملحمة، بل استمرت فور وصول بعثة الزمالك إلى قطر تمهيداً لأداء اللقاء. الآلاف احتشدوا في شوارع الدوحة رافعين أعلام الزمالك، يطلقون الأغنيات الزملكاوية الجميلة ويهتفون لكل من هو زملكاوي. شجعوا في شوارع قطر لاعبيهم وهتفوا لشيكابالا وزيزو وعواد والونش وإمام عاشور والجميع. هتفوا باسم جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تغنوا بأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة ورجل الصفقات الكبرى في مدرسة الفن والهندسة. أعلنوا الدعم الكامل والمساندة لمجلس إدارتهم برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأذهلت جماهير الزمالك الجميع بروح الانتماء والوفاء العظيم. أكدوا للجميع في شوارع الدوحة مدى شعبية الزمالك في منطقة الخليج، فهو كان ولا يزال وسيبقى النادي المصري الأكثر شعبية بين العرب. وفي نفس الوقت أكدوا للجميع حقيقة تاريخية طالما وكانت سمة من سمات الزمالك: الزمالك بالنسبة لجماهيره حياة. الزمالك حياة.